يناير. كما قام الوزير وبصحبته عدد من القيادات الأمنية بزيارة مستشفى العجوزة للاطمئنان على مصابي حادث تفجير مديرية أمن القاهرة الذين نقلوا إلى المستشفى. جولة لوزير الداخلية السيد محمد إبراهيم بميدان التحرير للاطمئنان على انتشار القوات والانتهاء من عمليات التمشيط لخبراء المفرقعات، استعدادا للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير. الوزير تابع وضع البوابات الإلكترونية والاستعدادات النهائية لتأمين ميدان التحرير. عندك المجموعة الزباط هنا، زباط نظام وزباط بحث، معاهم ساعتك أفراد نظام وأفراد بحث، كلهم ساعتك ومعاهم مشرفين متعينين ساعتك عشان يعقموا ميدان التحرير، يعقموا ميدان عبد المنعم رياض، ميدان سيمون، ميدان طلعت حرب، جميع الشوارع ساعتك المؤدية لميدان التحرير هيتم تعقيمها من خلال الكشف عن المفرقعات، ومعانا ساعتك زباط البحث عشان إذا كان في حالات اشتباه، أي عربية مطروقة، الحدائق، الصفائح ساعتك بتاعت الكمامة، كل الكلام ساعتك هيتجهز عشان كل الناس ساعتك اللي هتيجي بكرة عشان تحتفل بذكرى 25 يناير تيجي بمنتهى الأريحية في ميدان التحرير إن شاء الله. أمن القاهرة بيعاهدوا سيادتك وبيعاهدوا شعب مصر إنهم سعادتك على قدر كبير من المسؤولية، وهيضحوا بأرواحهم وحياتهم في فداء لشعب مصر، وأي حادث إرهابي سيادتك لن يؤثر لا في الضباط ولا في الأفراد. مدير الأمن سيادتك لو مات سيادتك هتعين غيره، لو ضابط مات هتعين غيره، لو فرد مات هنعين غيره، ولكن سيادتك اللي هيفضل واللي هيبقى هي مصر، وكلنا فداء لشعب مصر، وكلنا فداء سيادتك لأي مواطن مصر إن شاء الله. شكرا يا فندم. طيب انا واثق ان احنا بنشتغل كلنا عقيده. الميدان مؤمن برجال الشرطة بالاشتراك مع قواتنا المسلحة الباسلة، ولديهم الإصرار على تأمين المواطنين أثناء الاحتفال بثورة 25 من يناير. هم قاصدين إن الناس تخاف، محدش ينزل والشارع يبطل، إنما أنا يعني اللي عايز ينزل يحتفل أهلا وسهلا وإحنا مأمنينه، اللي عايز يتواجد أو يلتزم بمنزله برضك إحنا معاه قلبا وقالبا، إحنا مع الشعب وظهرنا بظهر الشعب، وبإذن الله بمساندة الشعب والقوات المسلحة هنقضي على هذا الإرهاب الأسود الخسيس اللي بيطل برأسه الجديد على الشعب المصري. الوزير يعني رسالة من حضرتك ميدان التحرير آمن ودعوة للنزول للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 بإذن الله. بإذن الله أنا حاطط قوات كثير كبيرة جدا، حاطط قوات كشف معادن، أنا كل اللي فيها بس بطالب المواطنين اللي هييجوا يحتفلوا يبقى في تعاون بينهم وبين القوات اللي واقفة على المداخل لتعقيم اللي هيخش، عشان نبقى مطمنين كلنا إن مفيش أي عمل خسيس ممكن يتسرب للميدان. الوزير توجه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لزيارة بعض المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة، واطمأن على الحالة الصحية للضباط والأفراد والجنود. كما توجه الوزير إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر للاطمئنان على باقي المصابين. إجراءات أمنية غير مسبوقة هنا بميدان التحرير استعدادا للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير. قوات الأمن المركزي انتشرت على طول الميدان، خبراء المفرقعات انتهوا تماما من عمليات التمشيط، رجال مديرية أمن القاهرة وشرطة النجدة يقوموا بتأمين الشوارع المؤدية إلى الميدان. من قلب ميدان التحرير، محمد علوي، النيل. من ناحية أخرى، أكد رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون اللواء محسن الشهاوي رفع درجة الاستعدادات الأمنية بمبنى ماسبيرو، مشيرا إلى أن عمليات التأمين تتم بدعم من القوات الخاصة والحرس الجمهوري. وأضاف الشهاوي أن عمليات التأمين المشددة لا تقتصر على مبنى ماسبيرو فقط، بل تمتد لتشمل تأمين مركز الإرسال المقطم و144 مركزا للإرسال بجميع المحافظات على مستوى القنوات الإقليمية، موضحا أن الاستعدادات الأمنية بدأت منذ الأربعاء الماضي لمجابهة أي مخاطر لمحيط المبنى.
أعلنت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني منذ صباح اليوم بجميع القطاعات، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية حول المؤسسات الحكومية والبنوك ودور العبادة، فضلا عن مدينة الإنتاج الإعلامية وجميع مداخلها والمناطق المحيطة بها، تحسبا لتظاهرات الإخوان قبل ساعات من الاحتفال بذكرى 25 يناير. وفي محافظة السويس، صرح مصدر عسكري أن قوات الجيش هناك تقوم بتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس بأكثر من 4000 جندي متواجدين بالضفة الشرقية للقناة والضفة الغربية. كما تواجدت قوات الجيش بمداخل ومخارج نفق الشهيد أحمد حمدي ومعديات قناة السويس. من جهته قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إنه يوجد تنسيق كامل بين الشرطة والجيش في المحافظة، وأن سيارة تابعة لإدارة المفرقعات قامت بتمشيط جميع المقرات الأمنية من أجل تأمينها، مضيفا أنه توجد إجراءات أمنية دقيقة من أجل تأمين الشركات البترولية والمصانع داخل محافظة السويس. وينضم إلينا من السويس عبر الهاتف المراسل النيل إيهاب ويليام. إيهاب، كيف تبدو الصورة لديك في السويس من حيث الاستعدادات لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير؟ الحقيقة يمكن محافظة السويس النهاردة على موعد مع هذه الذكرى الغالية على قلب كل مصري وخاصة في محافظة السويس. أنت تعلمين أن السويس سقط فيها أول شهداء ثورة 25 يناير عام 2011. اليوم هناك استعدادات الحقيقة رسمية وأخرى شعبية. على الصعيد الأمني، مديرية أمن السويس وكما ذكر في الخبر تنتشر بمختلف جنودها وضباطها في أنحاء مختلفة من محافظة السويس، خاصة الميادين ميدان الأربعين مؤمن بالكامل وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال المحتفلين بالثورة. وماذا عن تأمين قناة السويس بالتحديد إيهاب؟ ماذا عن الإجراءات الأمنية هناك؟ الحقيقة قناة السويس هي خط أحمر بالنسبة لكل من هو في محافظة السويس. في مقدمتهم عناصر الجيش الكاري الميداني اللي بتؤمن المجرى الملاحي للقناة عبر أكثر من وسيلة، يمكن أبرزها الطائرات المروحية التابعة للجيش اللي بتجوب سماء القناة لاستكشاف أي ثغرات أو أي أشياء غريبة على الضفتين. أيضا القوات البحرية تشارك في ذلك بالإضافة إلى الثوريات الراكبة على الضفتين. هناك تنسيق أيضا ببعض الكاميرات المكبوسة على مدار محيط القناة، وهناك اتفاقات تم إجراؤها ما بين قوات الجيش الثالث الميداني وبين العناصر البدوية الخاصمة في هذه المناطق للإبلاغ فورا عن أي تحركات غير مأمونة. لكن على أي الأحوال، يعني على أي الأحوال، تأمين القناة هو منذ ما قبل هذه الاحتفالات بكثير، وهو كما ذكرت لك خط أحمر بالنسبة لكل القوات سواء من الجيش الثالث الميداني أو من مديرية أمن محافظة السويس. هل هناك خطة معينة لمناطق الاحتفال؟ ميادين بعينها هي التي سيتم الاحتفال فيها فقط، أم أن الاحتفالية ستشمل مختلف الأحياء والمناطق في السويس؟ يعني يمكن الأنباء اللي تواردت عن التذكيرات القاهرة منذ الأمس وحتى اليوم كانت بمثابة الحافز والزخم الكبير لمواطني السويس للاحتفال وللنزول والمشاركة. الكل من الحركات سواء تمرد أو جبهة الإنقاذ أو غيرهم من التكتلات الثورية أصدروا البيانات اللي بتؤكد على أن هذه التذكيرات وهذه الأعمال من الإرهاب الأسود لن تسميهم عن الاحتفال بالثورة. يعني لكن يمكن أبرز احتفالاتها تكون في ميدان الأربعين. الكل متفق على أنه عقب صلاة الظهر اليوم سيتجمع مختلف القوى السياسية والأحزاب والتكتلات الثورية في محافظة السويس للاحتفال بهذه الذكرى. هذا فضلا بالتأكيد عن احتفال رسمي بيشارك فيه محافظ السويس عبر وضع كثير من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وعبر قراءة الفاتحة في مقابر السويس على أرواحهم الطاهرة. شكرا لك إيهاب ويليام مراسل النيل من السويس. للمزيد من المتابعة أيضا حول الأوضاع الأمنية في المحافظات المختلفة، نبقى في منطقة القناة وانضم إلينا عبر الهاتف حسام مسعد مراسل النيل من محافظة بورسعيد. حسام، بعد التحية، كيف رصدت استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير وماذا عن الإجراءات التأمينية في المحافظة؟
يعني اسمح لي اول ان ابدا بالاجراءات الامنيه الشديده والمحكمه التي يعني فرضت على محافظه بورسعيد خاصه بعد الحادث اول امس عند اكتشاف 15 برميلا محملا بمواد شديده الانفجار. كانت معدل الانفجار امام يعني احدى الاستراحات يعني الخاصه بافراد الشرطه. طبعا تلك الحاله تصاعدت في الفتره الاخيره مع اقتراب الاحتفال بذكرى 25 من يناير، حيث فرضت القوات الامنيه اطواقا امنيه على المنشات الشرطيه المختلفه وايضا المنشات الحيويه التي تقوم ايضا القوات المسلحه بحمايتها مثل مجرى قناه السويس يعني البحري العام الذي يتم تامينه بمعرفه القوات البحريه وقوات الشرطه والطائرات الهليكوبتر التي تحلق فوق قناه السويس بين ان واخر. يعني كذلك يعني تم تامين مداخل ومخارج المحافظه بشكل محكم وبشكل جيد طبعا لعدم يعني تسرب اي من العناصر الارهابيه والمواد يعني المختلفه التي طبعا تسربت يعني الى محافظه بورسعيد. اما بالنسبه للاحتفالات طبعا حسام، قبل الاحتفالات هل رصدت المحافظه او الاجهزه الامنيه بالمحافظه اي محاولات اخرى مثل وجود مفرقعات او مواد متفجره؟ لا يعني هو يعني لم يتم العثور على اي من المواد المتفجره وان كانت هناك عمليه تمشيط للبحث عن الجناة الحقيقيين من مرتكبي الحادث اول امس والمشتبه بهم في تلك اللحظات عن طريق عمليه مراجعات امنيه مختلفه، ولكن الاكمنه الثابته والاكمنه المتحركه هي يعني الفاعل في تلك المهمه على وجه التحديد مساله تفتيش السيارات بشكل محكم وبشكل جيد، خاصه السيارات التي تحمل يعني تنكات مختلفه خاصه بالبترول وخاصه بالمواد المختلفه، لان يعني هي ربما هي بيت القصيد في تلك اللحظات. وماذا عن استعدادات المحافظه للاحتفال بذكرى 25 يناير؟ نعم يعني استعدت المحافظه يعني الاحتفال بذكرى 25 يناير طبعا عن طريق تجهيز ميدان الشهداء، وهو يعني يعتبر نقطه ارتكاز لاحتفالات المحافظه بشكل عام. طبعا تم اغلاق الميادين من كافه اتجاه وفرض طوق امنيه بمعرفه رجالات الشرطه وايضا رجالات الجيش. طبعا محافظ بورسعيد في تلك الاونه يقوم يعني بجوله ميدانيه لطبعا الاطمئنان على الحاله الامنيه، الذهاب الى مقر نجده بورسعيد وايضا الحمايه المدنيه وعدد من اقسام الشرطه، وطبعا للتشديد على يد رجالات الشرطه ورجالات القوات المسلحه في تلك اللحظات الهامه. طبعا يعني ابناء محافظه بورسعيد لديهم اصرار خاص يعني بعد ان تصاعدت وتيره العمليات الارهابيه الاخيره للذهاب الى ميدان الشهداء للاحتفال بذكرى 25 من يناير. ايضا سيتم كشف النقاب عن نصر تذكاري يعني جديد هو الاول من نوعه عليه اسماء شهداء 25 من يناير وايضا شهداء يعني بورسعيد الاخيره. هل سيتم افتتاحه اليوم خلال الاحتفالات؟ نعم سيتم وضع كلمة من الظهور ثم كشف النقاب عن هذا يعني النصر التذكاري الجديد. يعني نعم حسام مسعد مراسل من محافظه بورسعيد كنت معنا هاتفيا من هناك، شكرا جزيلا لك على هذه الافاده. وننتقل إلى الشرقية وأسماء عبد العظيم مراسلة النيل. أسماء، ماذا عن آخر الاستعدادات الأمنية حتى يمر الاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير بسلام لديك في الشرقية؟ بالفعل هو الاستعداد الامني لم يبدا من اليوم ولكنه بدا منذ امس، هناك تكثيف امني في جميع مراكز المحافظه واغلاق للطرق المؤديه لمديريات امن الشرقيه وايضا تكثيف امني امام المراكز الشرطيه المختلفه، هناك دوريات شرطه تقوم بجلب شوارع المحافظه ككل وذلك للتاكد من خلوها من اي سيارات مفخخه تحتوي على مواد متفجره خاصه بعد ابلاغ عدد من المواطنين عن سياره امس ربما كانت تحمل مواد متفجره، ولكن قوات الشرطه وخاصه خبراء المفرقعات توجهوا لها وقاموا بفحصها ولكن يعني تاكدوا انها لا تحتوي على اي من هذه المواد او المتفجرات. نعم ماذا عن يعني استعدادات المواطنين والحركات الثوريه المختلفه للمشاركه في الاحتفال بثوره 25 من يناير خاصه عقب الاحداث التي تابعناها الامس والتفجيرات المتعدده التي شهدتها العاصمه؟ بالفعل ديوان عام محافظة الشرقية اليوم يشهد تواجد العديد من المواطنين من جميع أنحاء المحافظة وذلك للمشاركة في احتفالات ثورة 25 من يناير واحتفالات أعياد الشرطة. هناك استعداد الآن لفرق الموسيقى الشرطة التي تعزف الأغاني الوطنية والموسيقى الوطنية أمام ديوان عام المحافظة. يمكن القوى الثورية أيضا استعدت وقامت بالتوجه إلى هذا المكان، حيث أعلن محافظ الشرقية أن هذا المكان هو
المكان الرسمي للاحتفال، واذا اراد المواطنون الاخرون الاحتفال في اماكن اخرى فمسموح لهم، ولكن هذا المكان هو مؤمن بالفعل. ايضا بالنسبه لقطاع الاسعاف، هو ذهب نفسه بحوالي 34 سياره اسعاف داخل مدينه الزقازيق، 142 سياره على مستوى المحافظه ككل. هناك تدريب امني امام سجن الزقازيق العام، نستطيع ان نقول ان محافظه الشرقيه تستعد للاحتفال بذكرى 25 يناير في وسط اجواء امنيه كامله. نعم أسماء، يعني بالنسبة للاستعدادات أو المناطق التي سيتم فيها التجمع اليوم من أجل الاحتفال بذكرى الثورة، هل ستكون في عموم المحافظة أم في ميادين وأحياء معينة فقط؟ المكان الرسمي أو المكان الذي تم تحديده